بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بيان تأثير الزمان والمكان بالمعنى المصطلحي في المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إزاء الحكومات والسلطات الحاكمة في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكي يتضح دور الزمان والمكان بالمعنى المصطلح في هذه المواقف وهذه التصرفات، لا بد من تقديم بعض الأمور. الأمر الأول أنه لا إشكال ولا شبهة أن الشريعة التي هي مبينة لكل شيء حتى أرش الخدش لا يمكن أن يقبل من أحد أنها لم تبين ما هو الموقف الشرعي إزاء السلطة الحاكمة في كل زمان. الشريعة التي أخذت على عهدتها أن تبين حتى مستحبات الدخول والخروج إلى بيت الخلاء، من الطبيعي جدا أنها لا يمكنها أن تهمل ما هو أهم وأهم وأهم، خصوصا وأن الشيعة وأن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بفضل الله ومنه في ازدياد كبير في كل زمان وعلى مختلف بقاع الأرض. الآن لا تجد تقريبا دولة إلا وفيها أتباع مدرسة أهل البيت. طب كيف يتخذون الموقف الشرعي إزاء الحكم إزاء السلطة؟ هل يتعاونون معها؟ هل يحاربونها؟ هل يقاطعونها؟ ماذا يفعلون؟ هذه القضية أنا أتصور بوضوح كامل أنها لا إشكال ولا شبهة أنه صدرت مواقف واضحة وبيانات واضحة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان تكليف الناس في زمن الغيبة. والدليل على ذلك واضح، وهو أنه الروايات التي تحدثت ما من واقعة إلا ولها حكم، ومن الواضح أن هذه واقعة من الوقائع. أنه ماذا نفعل إذا كان الحكم كحكم الخلفاء الأول والثاني والثالث؟ ماذا نفعل عندما يكون الحكم كحكم معاوية، كحكم يزيد، كحكم بني المروان، كحكم العباسيين، كحكم المأمون، كحكم الرشيد وهكذا؟ تعلمون أن كل واحد من هؤلاء له سياسته ماذا؟ الخاصة في إدارة المجتمع الإسلامي. كيف نتعامل مع هؤلاء ومع أمثال هؤلاء على مر التاريخ؟ لا يمكن أن يقال بأن هذه الأمور تركت للعقل الإنساني وللفكر الإنساني، وأهل البيت أو القرآن أو النصوص لم تبين لنا الموقف الشرعي والتكليف الشرعي إزاء مثل هذه المسائل. الأمر الثاني، وهذه قضية أساسية بودي أن يلتفت إليها جيدا، أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعندما أقول إخواني الأعزاء أهل البيت مو بالضرورة أريد أن أقول أهل البيت في مقابل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما هذا العنوان بشكل أو بآخر يعم النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن أهل البيت، النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل الحقائق بينوها من الناحية النظرية، يعني البيانات القولية، ما صدر منهم كأقوال، هذا واضح لا ريب فيه. ولكنه في القضايا الأساسية والقضايا العامة والقضايا المصيرية والاجتماعية كانوا يحاولون أن يمارسوا تلك النظرية في حياتهم، لا أن تبقى كنظريات نقرأها في الألفاظ، وإنما نجد أيضا تطبيقها العملي في حياتهم مباشرة. كمثال واضح على ذلك افترضوا قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
كان يمكن للإمام الحسين كما وردت روايات أيضا كما وردت آيات قبل ذلك تبين أنه إذا كان الحكم على شاكلة الحكم الأموي وعلى شاكلة عهد يزيد، ما هو التكليف؟ التكليف أن الإنسان لا بد أن يضحي بكل شيء لأجل ماذا؟ لأجل بقاء الحق. وكان يمكن للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يجلس في المدينة ويوميا يعقد 10 محاضرات مولانا ليبين ماذا؟ ليبين التكليف الشرعي. بل وهذا ما بينه أيضا الأئمة بعد ذلك، وما بينه الإمام أمير المؤمنين قبل ذلك، وبينه القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا كله بينه. ولكن نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكتفي ببيان البعد ماذا؟ البعد النظري، وإنما مارس الموقف الشرعي ماذا؟ عمليا. لماذا؟ التفتوا جيدا، لأمور ثلاثة. أولا لبيان أنه ما يقولونه عملي قابل ماذا؟ قابل للتطبيق العملي، ليست هي أمور مثالية نقولها على المنبر أو على الفضائيات أو في مجالس الدرس مولانا، وإنما هي أمور عملية بدليل أنهم طبقوها في حياتهم العملية. ثانيا أنه يتبين حدود النظرية وثغور النظرية أين؟ أنت من خلال العمل الخارجي تستطيع أن تبين الحدود النظرية إلى أي حد. يعني واقعا لو كان يقول لنا قائل أنه الدين قد يقتضي أن يضحي الإنسان بكل شيء عنده، ما كان يأتي على ذهنه أنه حتى يضحي بالطفل ماذا؟ بالطفل الرضيع مثلا، هذا بعد ما كان يخطر على ذهن، بل هي أن الرجال المجاهدون الأشاوس، أما إذا وصلت القضية إلى الأعراض بعد التقية، أما إذا وصلت القضية إلى الأهل بعد التقية، أما إذا وصلت إلى كذا، هذا كله بعد بحسب الأدلة الأخرى. ولكنه موقف الإمام الحسين العملي بيّن أنه لا، عندما تصل الحالة إلى مثل هذا الأمر على عهد يزيد فالموقف العملي ماذا؟ أن يضحي حتى بالطفل ماذا؟ الرضيع. وهذه قضية أساسية، هذه من خلال الألفاظ بالإطلاق والعموم لا يمكن تثبيتها، ولكنه من خلال السلوك الخارجي يمكن توضيحه بشكل واضح ودقيق. وثالثا وهذا لعله هو الأهم فيها جميعا، أن تأثير الممارسة العملية أضعاف تأثير ماذا؟ البيانات النظرية. وإلا مثل هذه البيانات أيضا صدرت من باقي الأئمة، لماذا أن قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أخذت من قلوب المؤمنين ومن قلوب المسلمين بل من قلوب الأحرار في العالم هذا الموقع ولم تأخذه أي قضية أخرى؟ لهذه الجوانب العملية السلوكية التضحوية الموجودة فيها. إذن هذه أبعاد نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يرومون الوصول إليها عندما كانوا يمارسون الواقع العملي. على سبيل المثال موقف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وموقف الإمام الرضا واقعا كان بإمكان الإمام الرضا أن يبين النظرية، ولكنه لم يكتفي ببيان النظرية، وإنما ماذا؟ جاء ومارس وقبل ولاية العهد ممن؟ هسه تخريجها الفني كان لتقية، كان لأي لا أعلم أو أن أعلم، ولكنه عندي خلاف في فهم المشهور لهذه القضية. ولكنه المهم أنه أنتم وجدتم أن الإمام سلام الله عليه مارس هذه العملية وقبل. وهذه القضية لو كانت على مستوى البعد النظري واقعا كان ثقيل على أحد مراجع الأمة على سبيل المثال أن يذهب ويكون النائب الأول لرئيس الجمهورية مثلا، لرئيس جمهورية ظالم وطاغوت وجبار ومستبد وهو يقبل بشكل رسمي ماذا؟ أن يكون له تعبيرنا يكون النائب الأول، ولي العهد يعني ماذا؟ يعني النائب الأول. وبينك وبين الله هذه لو فرضنا أنه من البعد النظري كان ورد، ولكن تطبيقها العملي أن نجد أن إمام معصوم يقوم بهذا الدور، وبطبيعة الحال أنه تأثيرها يكون أكثر بكثير والرؤية تكون أوضح من ذلك. هاي مثل قضية الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي نحتاج إليه، وهذه قاعدة عامة وموجودة في ذهن الإخوة ولكنه من باب التأكيد والتركيز عليها، هو أنه إخواني الأعزاء نحن عندما نأتي إلى بيان مواقف أئمة أهل البيت
نقول أن الإمام علي بن أبي طالب كان هذا موقفه، وأن الإمام الحسن كان هذا موقفه، وأن الإمام الحسين أو السجاد هذا موقفه، وأن باقي الأئمة هذا موقفهم، لا نريد أن نقرأ هذا الموقف من منطلق أنه لنرى أنه صحيح أو ليس. ماذا؟ ليس بصحيح. التفتوا إلى هذه النقطة. مع الأسف الشديد في بعض كتاباتي حتى الكتاب من أتباع مدرسة أهل البيت يشم منه هذه الرائحة، يعني عندما يأتي إلى قضية صلح الحسن كأنه يريد أن يعرف أن صلح الحسن كان صحيح حسن أو لم يكن. ماذا؟ لم يكن صحيحا أبدا. لماذا؟ باعتبار أننا فرضنا في الرتبة السابقة أن هؤلاء ماذا؟ معصومين. إذا كانت عندهم العصمة، إذن كما أن أقوالهم إذا تعارضت ماذا نفعل نحن؟ إذا صدر منهم قول أو صدرت منهم أقوال متعارضة أيضا نحاول أن نفهم الصحيح من غير الصحيح؟ لا، نقول كل ما صدر عنهم ماذا؟ صحيح، ولكن ما هو وجهه؟ لماذا صدر هذا ولم يصدر ذاك؟ بعبارة أوضح، نريد أن نفهم شروط هذا الموقف. لماذا هذا الموقف من الإمام الحسن صار هكذا ومن الإمام الحسين ماذا صار ذاك؟ إذن نحن بصدد، التفتوا لي جيدا، نحن بصدد اكتشاف شروط هذا الموقف الذي أدى إلى هذا ماذا؟ إلى هذا إلى الظروف الموضوعية التي أدت بالإمام إلى أن يتخذ هذا الموقف ولا يتخذ ماذا؟ هذا الموقف. ما هي الظروف الموضوعية التي أدت بالإمام الحسين في زمن معاوية ألا يقوم بعمل ما، ولكنه بعد زمن معاوية ماذا؟ شخص واحد، مو شخصين، مو إمامين، حتى نقول بأنه هاي إلى وجهة نظر ذاك إلى وجهة نظر، لا لا، إمام ماذا؟ إمام واحد في زمن يسكت وفي زمن آخر ماذا؟ يتحرك. ما هي الظروف؟ لماذا؟ إذا كنا نبني على أنهم مجتهدون، خب نقول اجتهد في هذا الزمان قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ، وإحنا الآن نروح ندرس هذه الظروف، قد نوافقه وقد ماذا؟ وقد نخالفه، ولكن نحن فرضنا في الرتبة السابقة أن هؤلاء ماذا؟ لهم العصمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. إذا كان الأمر كذلك، إذن الأصل نحن فرغنا من صحة ماذا؟ من صحة هذا الموقف. يعني الموقف العلوي إزائي الخلفاء موقف ماذا؟ هذا هو الموقف الصحيح الشرعي، ولكن احنا نريد أن نعرف شروط هذا الموقف. لماذا نريد أن نتعرف على شروط هذا الموقف؟ الجواب لأنه في زماننا حتى إذا ابتلينا بشروط الخلفاء موقفنا يكون موقفا ماذا؟ حسينيا لو علويا، بطبيعة الحال بعد لا يمكن أن يكون موقفنا حسينيا، لا بد أن يكون موقفنا ماذا؟ علوي. هذا هو التكليف الشرعي. وإلا إذا كان الظروف ظروف الحسين، الموقف لا بد أن يكون ماذا؟ حسينيا. لا يحق لنا أن يكون الموقف لنا موقفا ماذا؟ حسني. إذا كانت الظروف والشروط شروط الإمام الباقر والصادق، بعد لابد أن يكون تكليفنا ماذا؟ تكليفنا كما قام به الإمام الصادق والباقر، بعد لا يمكن أن يكون تكليفنا شيء آخر. إذا كانت الشروط شروط الإمام الرضا، بعد تكليفنا لابد أن يكون ماذا؟ الموقف الرضوي، لأنه نتخذ موقفا آخر. وهذه قضية أساسية مهمة ومصيرية في زمن الغيبة غفل عنها في واقعنا المرجع، لأنه المرجعية المباركة اللي هي امتداد لمن؟ هي امتداد للإمامة عندنا، وهي تقوم بدور الإمامة في زمن ماذا؟ في زمن الغيبة. نحن نجد بأنه أساساً هذه القضية غابت عنها، يعني قامت بمجموعة من مسؤولياتها، من كتابة الرسالة العملية، من إدارة وضع الشيعة، من إدارة الحوزات، ولكنه ما هو الموقف الذي يتخذ؟ هل الموقف يكون كما اتخذه المجلس إزاء الصفويين، أو الموقف يكون كما اتخذه سيدنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى إزاء الحكومة البائدة والبعثيين في العراق؟ أي منهم؟ هذا أو ذا؟ بل في نفس النجف،
تجد أن سيد الصدر يتخذ ذاك الموقف ومراجع آخرين ماذا؟ لهم مواقف أخرى. على أي أساس هذه؟ قضية مزاج شخصي، يعني لو أنه تكاليف شرعية هذه. أنا لا أتشك في أن كلا منهم كان ينطلق ماذا؟ ها؟ من تكليف شرعي ومن موقف شرعي. الذي سكت كان ينطلق من موقف شرعي، والذي تحرك كان ينطلق ماذا؟ من موقف شرعي. نحن لابد أن نجعل هذا له ضوابط في الحركة، وهذا الذي لا يوجد. يعني الآن تسأل أنت لماذا؟ يقول لا، الآن نحن لابد أن نسوي كما سوى الإمام الحسن. خب لماذا لابد أن نسوي كما سوى؟ ما هي الشروط؟ هل أوضح القضية بشكل آخر؟ إخوان الأعزاء، أنتم في الروايات عندما تأتون تجدون أن أهل البيت سلام الله عليه بيّنوا لنا الأصول العملية. قالوا البراءة كذا، والاستصحاب كذا، والاحتياط كذا، مو هالشكل. أما علماء الأصول عندما جاءوا لتطبيق الأصول العملية وإجراءها ماذا بحثوا؟ فبحث عميق جدا بحثوا، وهو شرائط جريان الأصول. هذه في الروايات ما عندنا احنا عنوان اسمه شرائط وجرياني ماذا جريان. لماذا بحثوا هذا؟ حتى تصير ضابطة قضية. مو كل واحد يقول أنا يعجبني أطبق البراءة، ذاك يقول لا والله أنا يعجبني أطبق شنو الاستصحاب، ذاك يقول لا أبدا لا استصحاب ولا براءة، هنا نتخير. الجواب أنه لابد أن توجد هناك ضوابط للانتخاب. إذا كان الشك في أصل التكليف لابد أن يكون ماذا؟ البراءة. أما إذا كان الشك في المكلف به لابد أن يكون ماذا؟ الشغار. وهذه الضوابط إحنا ما عندنا. دلوني على آية أو رواية تقول إذا كان شكا في أصل التكليف فهو براءة. هذه استنباط من؟ استنباط العلماء، استنباط المحققين. إحنا نحتاج إخواني الأعزاء في مواقف الأئمة، يعني في مواقف الإمام علي، في مواقف الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الباقر، الصادق إلى آخره، أن نعنون عنوانا شروط الموقف العلوي، شروط الموقف الحسني، شروط الموقف الحسيني، شروط وظروف الموقف السجادي، حتى وقد نختلف في الشروط كما اختلفنا في شرائط جريان الأصول. أنا لا أريد أن أقول بأن الجميع لابد أن يلتزم، ولكنه تكون القضية معنونة، لها ضوابط، لها أسس. ليس كل يدعي وصلا بليلة، ليست القضية بهذه الطريقة. وهذا هو لعله واحدا من أهم الأسباب أننا نجد في كل زمان أن مراجع مدرسة أهل البيت يختلفون في مواقفهم، لأنه أنا أتصور لأن القضية غائمة مو واضحة أن الظرف. وهذا يستدعي، التفتوا جيدا، وهذا يستدعي لمن يريد أن يطبق الموقف الحسني أو الموقف الحسيني أو الموقف العلوي، أولا ماذا؟ يكون عارفا ماذا؟ ها؟ بزمانه. وهنا تأتي ذيك النصوص التي وردت التي تقول العارف بزمانه لا تهجم عليه اللواص. ما مراد من زمانه؟ يعني صعب 12 لو زمان الفلسفي يعني الخروج من القوة إلى الفعل، لا لا، يعني عارف بظروف التي تحكم ماذا؟ هذا العهد، هذا الزمان، الظروف المادية، اقتصادية، مالية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، فكرية، علاقات دولية. هاي المجموعة إذا استطاع أن يعرفها عند ذلك يستطيع أن يشخص زمانه. ولا بد أن يرجع أيضا إلى تشخيص زمان من؟ إلى زمان تشخيص زمان أئمة أهل البيت، أن يعرف ما واقعا زمان الباقر والصادق. ماذا كان يجري حتى أهل البيت سلام الله عليه اتخذوا هذا الموقف؟ ماذا كان يجري في زمان الإمام الرضا حتى اضطر الإمام الرضا، اضطر تقية سميه ما شئته، اضطر أن يتخذ ماذا ذلك الموقف الرضا، وهو أن يقبل بولاية العهد من المأمون؟ ما الذي حدث؟ ما الذي اضطر الإمام إلى ذلك؟ ما هي الشروط؟ ما هي الظروف؟ وهذا أيضا رجوع إلى ما أشرنا إليه مرارا، أنه لا نعد الفقيه فقيها إلا إذا عرف ماذا؟ ها؟ زمان الصدور الرواية. قبلا كنا نقول، الآن نقول زمان ماذا؟ ها؟ صدور الموقف من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا واحد صار. الآن نضيف قيدا آخر، لا نعد الفقيه فقيها حتى يعرف الزمان ماذا؟ ها؟ ها زمانه، يعرف زمانه أيضا، مو فقط يعرف ذاك الزمان يعيش قبل 15 قرن أو 14 قرن، الآن لابد ماذا؟
نعم، إلا أن يقول بأنه أنا لا أتدخل في ذيك القضايا، في الطهارة والنجاسة أن أفتي، أما في القضايا العامة والسياسية والعلاقات الدولية واتخاذ المواقف إزاء القوى الكبرى والحاكمة في العالم أنا ماذا؟ لا رأي. جيد جدا، ما عندنا مشكلة، يعني ما حد قايل إلا أنت لابد في كل شيء ماذا؟ يكون له جهد. أما أنه ما عنده خبرة ويتدخل في كل شيء، مشكلتنا مع هؤلاء، إشكاليتنا على هؤلاء على هذا، وهو أنه لا يعرف لا زمان صدور هذا الموقف، ولا يعرف شروط هذا الموقف، ولا يعرف شروط زمانه، ومع ذلك ماذا يقول؟ يجوز أو يحرم أو إلى غيره. وأنا أتصور الآن أنتم أبناء العراق مولانا، الآن أنتم تجدون بأن الحالة في العراق واقعا في حالة ملتبسة جدا. ما هي الحالة؟ الآن الاحتلال جاثم على صدور العراقيين، ومو معلوم إلى أي زمان ماذا جاثم، خصوصا إذا تمت هذه الاتفاقية الأمنية وزتتهم اطمئن. خب سؤال، أن الموقف الشرعي ما هو؟ نقبل بوجودهم هؤلاء يفعلون ما يريدون، والإخوة إذا يقرؤون بنود هذه الاتفاقية الأمنية مشؤومة مولانا سيجدون ماذا يوجدون. يحق لهم حتى يعتقلوا رئيس الوزراء، حتى يعتقلوا رئيس الجمهورية إذا اقتضت المصلحة الأمنية ذلك. اقرأوا، لا يمكن أن يعين وزير الدفاع إلا بأمرهم إلى 10 سنوات، وكل وزراء الأمنيين كذا، هذه البنود التي لم ينشر عنها شيء. خب سؤال، ما هو التكليف الشرعي؟ يعني المرجع ماذا يقول؟ يقول للناس اسكتوا، اصبروا، تعاونوا، أو ماذا؟ أو حاربوا، قاوموا، أسقطوا، أعطوا الشهداء إلى أن يخرج ماذا؟ المحتل. الآن أكو هذا الخلاف موجود عندنا. الموقف الشرعي ما هو؟ من يعين الموقف الشرعي؟ يعينه الزيد وعام؟ لو لابد أن تعينه المرجعية. المرجعية متى تعين ذلك المرجعية؟ عندما تعرف شرائط ماذا؟ شرائط العراق، وعندما تعرف كامل المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا إخواننا الأعزاء كونوا على ثقة، كل الفقه الفردي مالنا في جانب، وهذا البحث اللي هاليوم ده أطرحه أنا ماذا؟ في جانب آخر يا إخواننا الأعزاء، لأن المرجعية مو رسالة عملية إخواني، نحن لخصناها في الرسالة شنو؟ العملية. المرجعية ليست أخذ الحقوق وتوزيعها على الحوزات العلمية، هذا جزء من واجباتها. المرجعية إدارة الأمة، المرجعية قيادة الأمة، المرجعية النيابة عن الإمام المعصوم في زمن الغيبة، اللي الآن لا أقل صار لنا شقد مولانا، والله مسؤولياتها ودورها وخطورة هذا الدور أكثر حتى من زمن الأئمة. لماذا؟ لأن هذه التعقيدات اللي موجودة في زمانها كانت موجودة في زمان الأئمة، لو ما موجودة وما موجودة. والآن 12 قرن هماتين عدا نعيش، احنا ندري بعد 120 قرن ما نعيش بهالشكل، ولعلنا بعد 15 قرن آخر دا نعيش ماذا؟ يعني زمن الغيبة. من يدير وضع الشيعة؟ الآن وضع الشيعة مولانا 200-300 مليون في 150 دولة في العالم، وغدا قد يكونون مليارين إنسان في العالم، من يدير وضعهم؟ الإمام المعصوم إذا كان هو المسؤول أو مو مسؤول؟ نعم هو المسؤول، وفي زمن الغيبة من المسؤول عنه؟ المرجعية مسؤول، والمرجعية مسؤولة يعني شنو؟ يعني سوى حسينية ومؤسسة بلي جزاهم الله خير، حسينية ضروري، مؤسسة ضروري، صرف الأموال على الحوزات وبناء الحوزات ضروري، وعلى ما في من نواقص في حوزاتنا العلمية. ولكن القضية الأصلية هي إدارة ماذا؟ إدارة الواقع الشيعي، إدارة أتباع مدرسة أهل البيت. وهذا لا يكون، وأنت إلا تقول لي بأنه أهل البيت هاي القضية تركوها أنه قالوا أنتوا روحوا فكروا بينك وبين الله، تقبل هذا المنطق؟ هذاك اللي يقول يستحب بيت الخلاء تدخل، من تدخل تقدم اليمنى وتخرج تقدم اليسرى، هاي القضية يتركها لك؟ يمكن هذا؟ معقول هذا أصلا؟ هذا المنطق يقبل في مدرسة أهل البيت؟ هذا المنطق يقبل في الشريعة؟ إذن إخواني الأعزاء، هذه القضية طبعا أنا ما أريد أدخل، لأنه هذا تدرون هم بحث سياسي وتاريخي واجتماعي، وبيهم ما تنفد منعطفات هم ما أقدر هواي أحكي بهن أنا، هم يكفيني هم هاي الجملة أقولها كافية إلي،
ما اقدر احكي بهن، لانه بمجرد احكي مولانا تبدي الصيحات هنا وهناك، مولانا هذا ضد فلان وهذا ضد فلان. لا لا ابدا، انا فقط عنونت العنوان من الناحيه النظريه، والان ادخل الى بعض شواهده اللي اهل البيت سلام الله عليهم بينوها، مو انا بينتها. يعني اولا الان بودي ان شاء الله عندنا وقت اقرا كم روايه. اولا اريد ان ابين هاي النكته الاصليه اللي انا بينتها للاخوه، وهي انه انتم لابد عندما يصدر من عندنا موقف اهل البيت سلام الله عليه، وهذا صرحوه مو في مورد وموردين، من يصدر من عندنا موقف انتم تفترضوه انه موقف شنو؟ موقف حكيم وموقف صحيح، حتى لو لم تعلموا وجه الحكمه فيه. هذا اصل شنو؟ اصل عصمه اهل البيت سلام الله عليه. نعم، بعد ذلك تعالوا اقعدوا ابحثوا، انظروا لماذا فعلنا، احنا منبين لكم لماذا فعلنا، خصوصا في قضية الامام الحسن، اللي الذين اعترضوا على الامام الحسن مو كانوا معادين للامام الحسن، كانوا من جلي ومن اجلة اصحاب من؟ اصحاب الامام الحسن عليه افضل الصلاة والسلام. خلينا نقرا شوية كم رواية تبركا مولانا. الرواية الاولى واردة في البحار المجلد 44 الصفحة الاولى، يعني في تاريخ الامام الحسن، الباب العلة التي من أجلها صالح الحسن. الرواية عن سدير قال: قال أبو جعفر ومعي ابني الإمام الباقر: يا سدير أذكر لنا أمرك الذي أنت عليه، فإن كان فيه إغراق كففناك عنه، وإن كان مقصرا أو فيه تقصير أرشدناك. وهاي القضية كانت متعارفة في زمن أهل البيت، ولكن مع الأسف الشديد الآن زماننا هاي ما موجودة، وهو أن أهل البيت سلام الله عليهم إما هم كانوا يسألون عقائد أصحابهم، يقول اعرض علي عقيدتك حتى أشوف أنت على الحق لو على الباطل، أو إذا عندك شفاء، أو أهل هم الأصحاب كانوا يجون شنو ها إلى أهل البيت يعرضون عقائد، كما سيد عبد العظيم الحسني كان يأتي ويقول هذه عقيدتي يا ابن رسول الله حق أم لا. هذا الإمام سلام الله هو بدأه. قال: فذهبت أتكلم. منه سدير يقول: قال فذهبت أتكلم، فقال أبو جعفر: أمسك. بديت أتكلم، قال: أصبر أول حتى أبين لك الضابطة، التفتوا جيدا، أبين لك القاعدة قبل ما تحكي، لأنه بحكيك تخربط بتعبيرنا، أبين لك القاعدة. قال: أمسك حتى أكفيك، إن العلم الذي وضع رسول الله، إن العلم الذي وضع رسول الله أو وضعه رسول الله عند علي، من عرفه كان مؤمنا، ومن جحده كان كافرا. جحده يعني شنو؟ يعني أنكره عن عناد. التفتوا جيدا، الجحود مو مطلق الإنكار ولو عن عدم علم يعني سالبة بانتفاء الموضوع، لا، الجحود في الآيات والروايات بمعنى شنو؟ سالب بانتفاء المحمول، يعني عرفه وعرف أنه حق ومع ذلك ماذا؟ أنكره، يعني من قبيل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إخواني، ولذا كل كلمات أعلامنا السابقين هذه: من جحد ولاية علي بن أبي طالب جزما كافر. ولكن الجحود مو معنى الإنكار حتى ولو كان عن جهل، جحود يعني ماذا؟ يعني عرف أن علي حق ومع ذلك ماذا؟ مو قرأ أدلة الإمامة ثم لم تثبت عنده حقانية، هذا لا يسمى جاحد، هذا يسمى منكر. والمنكر غير شنو؟ غير الجاحد لغة واستعمال. على الأحوال، قال: ومن جحده كان كافرا. أما ومن أنكره كان ضالا، عندنا في النصوص لأئمة سلام الله عليه يقول كان مهتديا، كان ضالا، كان جاحدا، ثلاث عناوين مو عنوانين. قال: ثم كان من بعده الحسن عليه السلام. قلت: كيف يكون بتلك المنزلة وقد كان منهما كان دفعها إلى معاوية؟ إذن القضية كانت متفاعلة حتى في زمن الإمام الصادق، مو أنه آثارها منتهية، مو فقط إمام الحسن وانتهت القضية، لا. فقال: أسكت، فإنه أعلم بما صنع. اولا انت اقبل انه الامام سلام الله عليك اعلم منك، هذا واحد. لولا ما صنع لكان امر عظيم. هسه هذه بنحو الفتوى ان صح التعبير، شوفوا التفصيل ماله.
التفصيل في رواية ثانية قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب: يا ابن رسول الله، لمدى هنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ التفت جيدا، تقتلك الفئة الباغية. فقال: يا أبا سعيد، التفتوا أن الإمام ده يأسس أصل، إخواني هذا الأصل احفظوه في كل تعامل مع ماذا؟ مع أهل البيت عليهم، سواء على مستوى النصوص أو على مستوى الأقارير أو على مستوى ماذا؟ الأفعال. قال: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه؟ شوف الأصل اللي ده يبدأ منه. وإماما عليهم بعد أبي عليه السلام؟ قلت: بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذا قعدت. إذن أنا صالحت إمام، أنا ثرت على الظالم أيضا ماذا؟ إمام. إذن هاي القضية أصل مفروغ عنه. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية. إذن هذه قضية أساسية تبين هنا، وهو أنه عندما نريد أن نتعامل أيضا مع حياة الرسول، مع مواقف الرسول، أيضا هي ماذا؟ كانت معلولة، كانت فيها شروط، ظروف وحكم. أولئك كانوا كفارا بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. هذا الذي ورد في نصوص أمير المؤمنين: قاتلكم على تنزيله وأقاتلكم ماذا؟ على تأويله. يا أبا سعيد، إذا كنت إماما من قبل الله تعالى، لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة. بعد مو من حق أحد إذا قبل إمامتي أن يقول هذا صحيح هذا جنو، هذا مو صحيح، هذا بعد مو من حقه، هذا الباب يغلق. فلهذا أصله الموضوع يمذاك. بعد قال: وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا، حتى لو لم يفهم، ولكن الأصل الموضوعي ماذا يقول له؟ أنه هذا العمل صدر عن حكمة. ألا ترى الخضر سلام الله عليهم، ألا ترى الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى فعله؟ موسى أيضا بعض الأحيان يستطيع أن يفهم تأويلها أو لا يستطيع، نعم يفهم ظاهرها وتنزيلها، أما على مستوى موسى أيضا بعض الأحيان لا يستطيع أن يفهم ماذا؟ ها؟ تأويلها باطنها. الاشتباه وجه الحكمة عليه أي على موسى، حتى أخبره فرضي: هكذا أنا. يعني كالقضية التي ذكرها القرآن بين موسى والخضر: هكذا أنا، سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت ما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. هذا بعد الجملة الأخيرة، بعد ايش يبين الإمام سلام الله عليه؟ ها؟ يعني هاي الظروف إذا كانت بهذا الشكل، الموقف لابد شي يكون مولانا، ها؟ الموقف موقف. هذا من يعين أن الظروف هكذا أو هكذا؟ من يعين؟ لو فرضنا أنه يدور الأمر بين أن نقاتل ويقتل الشيعة عن بكرة أبيهم لا يبقى منهم أحد، ها؟ وبين أن ماذا؟ أن نهادن ونصالح ونسلم كل شيء. التكليف الديني والشرعي ما هو يقول الإمام الحسن؟ ها؟ أن تسلم، خلاص أن تسلم. طب الآن جئنا إلى زماننا، شو نسوي الآن؟ تكليف حسن يسوي له تكليف حسين ياهو منه؟ هذا التشخيص يريد لتشخيص دقيق ومعرفة دقيقة بالظروف التي شنو تحكم.
أقرأ لكم كم رواية عن مواقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين بينك وبين الله كان عاجزا عن القتال، يعني هو أقصاه مولانا كان يقتل، وهو ماتينا في عشرات المرات كان متهيئا ماذا للشهادة. من بقي قمت بها دون العشرين عندما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، هو من ذاك الوقت متهيئ ماذا؟ متهيئ للشهادة. إذن خب لماذا عندما تصل القضية إلى تعامله يقول والصبر كذا والصبر كذا والصبر كذا؟ شنو السبب؟ أين المشكلة؟ خلنا نقرأ بعض النصوص. النصوص كثيرة إخوان الأعزاء، وإذا أريد نقرأها كلها هواية لعله تأخذ وقتا كثيرا من عندنا، ولكنه فقط نشير إليها. في الخطبة رقم 2 من نهج البلاغة في صفحة 48 من نهج البلاغة يقول، في الخطبة رقم 2 صفحة 48: أما والله، التفتوا إلى الخطبة اللي أولها شنو أكو؟ قسم، قسم من الإمام أمير، قسم أكو من الإمام أمير المؤمنين. أما والله لقد تقمصها فلان، التفت جيدا، وإنه ليعلم أن محلي منها. إذن بعد هذا كان جاهل مجتهد وأخطأ، لو كان جاحد وعالم مع الأسف الشديد، وعند أنت تلقى بعض كتاباتنا المعاصر من هذول الجهل اللي نسميهم مثقفين بعض الأعيان بدأوا يكتبون بأنه بلي بعد أن ذهب رسول الله وجد رأيان اجتهادان، ماذا شايفين لابد في بعض الكتب. والغريبة منه طبعت ايه؟ ها؟ من مؤسسات رسمية في الجمهورية الإسلامية. اجتهادان، اجتهاد كان يرى أن الإمامة بالنص، واجتهاد كان يرى أن الإمامة شنو؟ بالشورى. اجتهاد كان، هي هاي نظرية مدرسة الصحابة، أن هؤلاء فعلوا ما فعلوا بعلي، فعلوا ما فعلوا بالزهراء، فعلوا ما فعلوا في النهروان، فعلوا ما فعلوا في صفين، فعلوا ما فعلوا في الجمل، فعلوا ما فعلوا بالحسين في كربلاء، كان شنو؟ اجتهادهم. والمجتهد إذا أخطأ مولانا يروح النار جهنم، لو مذاب مولانا على عملي صدر تبين مذابين على قتل الحسين، وإحنا ما ندري مولانا. هذا المنطق بقى. ولكن لأن هؤلاء مو أهل خبرة، ويقولون مع أنه لو قارين فقط هاي الخطبة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق الشجا، أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى إلى آخره. سؤال، خب لماذا تصبر يا ابن رسول، يا أمير المؤمنين؟ أنت وعادتكم الشهادة، كرامتكم من الله الشهادة، أقدم مولانا إما في سبيل الله تستشهد، وإما ماذا؟ وإما ترجع الحق إلى أهله. إذن لابد أن نعرف أن الإمام سلام الله عليه لماذا صبر مع أنه هو أبو الشهادة. هو هذه القضية لابد أن تحل، أنه ما هو لماذا أن الأمير المؤمن سلام الله عليه صبر، وهذا الذي يعبر عنه بشروط ماذا؟ بشروط الموقف العلوي، حتى إذا ابتلينا بتلك الشروط لابد أن يكون موقفنا شنو؟ ها؟ موقف علوي. وما هي تلك الشروط؟ طبعا الخطب كثيرة، ومنها الخطبة في صفحة 68، الخطبة رقم 26: إن الله بعث محمدا قال فنظرت. الإمام سلام الله عليه انظر إلى بعدين يتكلم، بعد الأول إلى الناصر والمعين، يقول فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الموت. لماذا يا أمير المؤمنين تظن بهم على الموت؟ هو لماذا الإمام الحسين سلام الله عليه ما ظن بأهل بيته على الموت؟ هو لأقل كانت تعبيرنا مع سوء الأدب، ها مع سوء الأدب، هو كان تعلمت من الحسين سلام الله عليه، ليش ما سويت هالشيء؟ لا، أكو شرائط تختلف، شروط وظروف تختلف.
لو كان الحسين ايضا في موقف في زمن الامام علي ايضا لفعل ماذا؟ ما فعله علي، ولو كان علي في زمن الحسين لفعل ما فعل ماذا؟ ما فعله الامام الحسين. لان هم هؤلاء كانوا بادين اخواني الاعزاء، هذول كان بانين على ان يقتلعوا جذور الشريعه الصحيحه من ماذا؟ ان يقتلعوها من جذورها. واذا اعطي العذر بايديهم فقتلوا الجميع، اذ عندما يقتلون عليا بعد صعب عليهم يقتلون الحسن والحسين. هم قتلوا فاطمه عندما اعترضت طريقهم ام لم يقتلوا؟ وقتلوها. وايضا كان قتلوا من؟ قتلوا عليا. والخروج واطمئنوا، اما كان احنا بعد 1000 سنة اذا كنا احنا موجودين نختلف انه كان من حقه ان يخرج، لو مو كان من حقه شنو؟ ان يخرج. وقتلوا حقه، يقتلون الحسن والحسين وينتهي ماذا؟ وينتهي كل شيء، خلصت بعد. اهل البيت ينتهون بعد. ثم قال: فظننت بهم عن الموت واغضيت على القذى وشربت على الشجا وصبرت على اخذ الكظم وعلى امر من طعم القم. هذا كله فعلته. لماذا؟ لهذا السبب. عندنا وقت مولانا؟ زين. لأي سبب إخواني الأعزاء؟ لهذه الأسباب. إذا عدي أنا جايبة وياي. مالي. هذه مجموعة من الكلمات موجودة في موسوعة الإمام أمير المؤمنين، موجوعة في كتب متفرقة ولكن جمعها الشيخ القرشي الله يحفظه ويطيل في عمره. في هذا الموسوعة المجلد 8 صفحة 36 هذه عبارته، يقول: ولقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. خب هذه قضية عامة ولم يكن فيها جور إلا علي، ولكنه التفت جيدا الأخرى: إن الله لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم. التفتوا، هذا المهم عندي: والناس حديث عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطب يفسده أدناه. المشكلة الذي وقفت أمام أمير المؤمنين ماذا؟ خوفه أن الناس ترجع عن راجعة عن الإسلام، ترجع إلى ما كانت عليه. إذا كان أصحاب تعبيرنا أصحاب رسول الله يتخالفون بل يقتل بعضهم بعضا على الزعامة والرئاسة، فما بالك ماذا اللي بالأمس صار مسلما بعد هذا؟ يبقى على إسلامي أو لا يبقى؟ ولا يبقى على إسلامي. ولذا كثير من الناس اطمئنوا، كثير من الناس بعد واقعة الغدير ارتدوا. تدرون سبب الارتداد شنو كان؟ سبب الارتداد لأنهم بالأمس وجدوا أن عليا يقول، أن رسول الله يقول: من خليفتي؟ وبعده ماذا؟ انقلبوا ماذا؟ انقلبوا على خليفتي. قالوا: عجيب دين هذا، ذول إذا ربعة خلصوا أصحابه ما يلتزمون بأوامره، إحنا نلتزم بأوامره. غير قضية مالك بن نويرة، ها بشكل عام لا أتكلم. قال: يفسده أدنى وهن ويعكسه أقل خلق، فولي الأمر قوم لم يأتوا في أمرهم اجتهادا، ثم انتقلوا إلى دار الجزاء إلى آخره. وثم كلمات أخرى وأخرى وأخرى، كلها أنا بيودي أنتم ترجعون لشفت ملاحظة عامة تراجعون روايات الإمام أمير المؤمنين واقعا، حتى نستكشف الشروط التي على أساسها ماذا؟ على أساسها أمير المؤمنين صبر ولم يقاتل، وعلى أساسها لابد أن نعرف لماذا صالح الحسن ولماذا فعل ما فعل الحسين إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، الله سلام الله، صلاة الله سلام الله.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.